اضطر ان انا اجاريهم وهتغلب. يا فرحتي، معلش انا لو لعبت مباراه مفتوحه هتغلب ضد بيترو. يا كابتن طارق الشغل ده، لا والله بجد ايه الشغل ده يا كابتن طارق؟ بقى معلش احنا محتاجين نفهم برضو، يعني انت كطارق ثابت كنت متوقع انك هتكسب ازاي؟ اه وهما بيهاجموني هقدر ان انا اعمل تحولات سريعه، وهقدر ان انا استفاد من سرعات غشه وسرعات اسامه ابو جره، وهقدر ان انا اسجل في هدف من هجمه مرتده، او انا بخلق فرص وببني لعب هقدر ان انا العب عرضيه فيان ساس هيخش منطقه الجزاء عشان يبقى مهاجم تاني مع رودريجو رودريجيز اللي هو المفروض ان هو بيشتغل محطه علشان خاطر ياخد الكره من فوق ويلعب زمايله. يعني احنا واحنا معانا الكره اول حاجه بنفكر فيها ان احنا نلعب كره طوليه لرودريجو رودريجيز عشان رودريجو محطه، فرودريجو هينزل تحت يباص للعيبه اللي على الاطراف، واللعيبه اللي على الاطراف دول هيقدروا ان هم يخلقوا فرصه ويبنوا هجمه. طب بالنسبه بقى لمرحله التحضير ومرحله نص الملعب، مالناش دعوه بالحاجات دي.